أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة معي أنا شيف نجود سعد الدين ببرنامج خمس نجوم، مش مسلسل خمس نجوم تلخبطوش. سامي الجزائري، نجود سعد الدين. إذا لحقتوا تطبخوا أكلتكم للفطور حلو، أكلتنا لليوم ما رح تاخد معنا وقت وما بدنا غاز، بدنا بس فرن ونحضر كل إشي مع بعض. سمك من قلبكم بحبه، إيش نوع السمك اللي موجود عندكم اشتغلوا فيه؟ بس السمك اللي بنحط بالفرن، يعني إذا عندكم سيباس حلو، دينيس أحلى وأحلى، بهاي الأجواء الفروزن بيمشي. هلأ لأنه إحنا رح نحط السمك بالفرن ورح نعمله على الستيم، يعني السمك ما رح يمسك النار، معناته ما في هاي شحطة النار، فبدنا ندعم بإيش؟ بالنكهات. زي دايما إحنا بدنا نحاول إنه ندعم بالنكهات تبعينا. نعمل هالسمكة، هذا الدش اسمه فيش اون بابيلوت. نجيب ورق الزبدة ورح أطبخ السمكة فيه ورح ينحط بالفرن. ليه اسمه اون بابيلوت؟ لأنه بيكون مسكر عليه وزي المفاجأة، بتعرفش إيش في جوا، لازم هيك تمسك السكينة تشقها وتفتحها هيك لكل حدا نفر نفر. بدنا نبلش بنكهاتنا. أول إشي بدي أجيب البصلة بسمها من النص بقيم الطرف والطرف الثاني وبنظفها هيك. هلا بدنا نعمل زي خلطه حلو الحكي. لهلا بنحط البصله هنا نفرفطها هيك. شوفوا المنظر، انا بحب هاي القسمه بالعكس، يعني ما بنقطعها مع الشرحات عكس الشرحات وتطلع هيك زي اللي صابغة شعرها مموجة. اوكي هاي اول شغلة. بعديها بنحكي سمك يعني شومر، انا بعشق هذا الاشي. بس بقيم طرفها شوي. يا ساتر على الريحة، يا ساتر بزمة. اسمعوا، بهاي الفترة من اللي احنا عايشين فيها كتير اشي حلو انه احنا ندعم البضاعة المحلية تبعيتنا، ان كان خضرة او ان كان برودكتس مثلا زي الكسيح، اشي كتير مهم. هاي البضاعة موجودة عنا مش مستوردينها من برا، ومنه بندعم البضاعة المحلية تبعيتنا. طلع بالاقتصاد كشف، هاي الاشياء بتهمنا. في كتير ناس بياكلوني وعادي بيس، يعني الوضع ما في مشكلة. أنا من الناس إذا باكلوا ني بنرفزني، بس بحب أسمع صوت اللي حداي وهو بياكله. هاي القرشة كويسة أنا بحبها. تمام، هاي نزلنا الشومر، حطينا شومر وبصل. هلأ التومة، ناخد تومة كتير، زاكي التومة، بحب التومة، ومنقشرها ناعم. ما بنخبطها هاي المرة، بدناش نخبط التومة، فبس بنعطيها شرحات. برجع لكم إذا أنتوا بتحبوا تقرشوها تكون هيك حبتها شوية عريضة، ما في مشكلة. ترققوها برضو ما في مشكلة، كيف أنتوا ووضعكم في الوقت الحاضر. تمام الحكي. اليوم إحنا ما رح نستعمل النار، أي نعم منحبها بس اليوم ما رح نستعملها. كتير حلو هذا الحكي. نروح على زنجبيل، زنجر. تمام، ناخذ اطرافه هذا لو نضربه بالبلندر مع شوية جزر، برتقان، بهالأجواء مية مية. حلو الحكي. الله الريحة، الله. هاي هاي هون next. بدي هلأ البرتقانة شو رح أعمل؟ القشرة خليها عليها مش تقيموها، القشرة كتير مهمة، منظر وطعم. اوكي بدي أقشر شوية عريضة. الله، هاي رح أستعملها لأكتر من شغلة. حلو الحكي، هاي خلي لي اياها هون.
هلا بتشوف شو بدي اعمل فيها. نبرش بعدين بنعصر. مش معقول الفريشنس هيك انتعاش حيويه اللي بيصير مع البرتقال والليمون. حلو ليكي هون نعطيها كمان تفعيصة. الله نعطيها كمان برتقانة. كتير حلو الموضوع معي شايفينه؟ الله بدي أعمل بس حركة خفيفة تقلبها هيك وأخذ شوية من هدولة. كتير إشي حلو كتير إشي حلو. مية 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 مية. أوكي نكست. شو هلأ حكينا عنا هون؟ عنا البصل وعنا الشومر وعنا عصير برتقان وتومة وبرش البرتقان. بدي أحط برش ليمون بدي احط عصير ليمون. اوف الريحه اللي طلعت هلا. او نو. طيب ناخذ البرش. يلا تمام. هلا هاي الليمونه صراحه شوي يابسه بس هيك بعطيها طراوه خفيفه. تمام لانها قاسيه ما رح اقسمها من النص هيك رح اقسمها من الطول عشان اقدر اطلع اكثر كميه عصير منها ممكنه. الله اوكي الله. انتم ملاحظين قاعدين عم نعمل زي مخلل تقريبا. هلا عندي هون خل ابيض كتير حلو. حطينا جنجر حطينا انا نحط بقدونس نتفة. بحب لما تطلع ريحة الخضار والأعشاب معي بحسها بتسمع الحكي. تمام هاي هاي هيك كتير حلو. ملح وفلفل. إذا بدكم تحطوا نتفة سكر هون أبدا ما بشكي من إشي. مخلل عادي بنحط نتفة سكر. كتير حلو. هلا هاي بدي احطها بالثلاجة تنتقع نتفة اسكر عليها وبرجع لها قبل ما احضر سمكتي. يعني دقايق الموضوع. اوكي عبال ما الخلطة تبعيتي هيك تاخد على الطعمات تبعتك تتخلل شوية بدي اعمل صوص سريعة ولا اسرع منها ولا بدها اي اشي. هي زي طحينية بس مش طحينية بالنص جاي. أول إشي هينا ندير إحنا شغالين كله تقريبا مجمدات وهو مش إشي عاطل صراحة مع الأوقات اللي عم نمر فيها. حلو نخزن هلأ لرمضان. فبدي أحط الله البازيلا. حلو بدي أجيب عروق البصل الأبيض والأخضر. تمام قطعها هيك. شكله بين الأبيض والأخضر بفرق بالطعم. الله حلو. بدي أحط عليهم نعنع من غير العروق فقط الورق. كتير اشي حلو كتير اشي حلو.
هلا بدي احط معها نتفه لبن قليل كتير. ليه؟ لاني رح استعمل جميد الكسيح هون بهاي الوصفه. اوكي رح ادير المي. تمام. شو ضل عنا؟ بدي انزل جميد الكسيح. انا بفضل دائما اي اشي جميد اي نوع من المنتجات بس نعطيها خضه صغيره، لانه دائما الجميد تقيل يا جماعه بنزل بترسب لتحت، بس هيك خضيها الموضوع كثير سهل. تمام. هاي الحركه كثير مهمه، اي ترسبات تحت بتطلع، لانه اذا على طول بتفتحوها هذا بتنزل ميه، واحنا ما بدنا هذا الحكي. تمام. جميد الكسيح رح يغنيني استعمل ملح، وانا بحب هيك، انا ما بحب دائما اني استعمل الملح. الله والله بتاخذ كمان. اوكي بدي انزل طحينيه. حلو لهلا. انا مخليه حداي نتفه مي، تعرفوش ممكن استعملها ممكن لا، بس لهلا الوضع كتير حلو. ناخد شوية ليمونة، بيجي معها توم على فكرة، بيجي معها توم كتير. بتاخد ليمون وبتاخد تومة. هاي تريك تعلمتها بالمطبخ، إذا ما في دقائق التومة نتفت ملح على التومة وبتعطوها هاي بأشعر بدن. مستغني عن سكينته يعمل هاي الحركة، وأنا صراحة مش مستغنية. نحط شوية فلفل أسود. كترتش ملح انا لانه منيح عندي الجميد. حلو الحكي. هلا لما بدي اجي اهرسها طلع المنظر ما احلى. يلا تعال. كتير 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 حلو. تقولوا ليش اسكبها؟ كتير حلو. والعرق اللي حطيناه على جنب. تمام. هلأ هاي بدي اتركها على جنب، وبدي اروح اجيب الخلطه تبعيتي من الثلاجه ونطبق على الاكله. يلا اخر شغله بس انا نسيت اعملها، بدي ادير زيت زيتون وبدي ادير الشبت. السمك بحب الشبت، انا نسيت. كتير حلو الحكي. زياده الله الله ما احلاكي. السوائل استعملناها هون بالخلطه بس ما رح ننزلها على السمك، ممكن نتفه صغيره على الوجه عشان تعطي طعمه. اوكي هجيب صينيتي اللي بدي ادخلها على الفرن، وراح هجيب تنتين. حلو. هطبقها من النص حركات مدرسة.
تمام. نرجع نعمل هيك خط دفاع اول عندي البرتقال، هذا زي التخت اللي رح تنام عليه السمكة، منه نكهة، منه بتحمي السمكة من تحت. حلو الحكي؟ هاي أول وحدة. مش غلط نحط لنا شرحة ليمون معاها بتطلع طيبة، برضو نفس الإشي نليها هيك. حلو الحكي؟ رح ناخد نتوفة. هلأ شوفوا إذا جايبين سمكة براس وعينين وكل إشي، افتحها من بطنها وندخل هاي الخلطة وين؟ جوا. ولا أحلى على فكرة. الله 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 الله. ناخد سمكتنا ملوكي، تفت ملح وفلفل. أنا بعشق الفلفل الأسود يا جماعة. نسقسقها شوي، مش كتير عشان ما ينزل على ورق الزبدة، مش الشمع، ورق الزبدة. حلو الحكي؟ نكمل ديكوريشن مع هذا. حكي كتير حلو. على فكرة هي القصة ما بتاخد وقت، بس أنا مش عارفة مدلعتها للسمكة. هلأ برد، برجع بسكر الدفتر وببلش. إيدي مش مبلولين، هذا كتير مهم. ببلش من الطرف هون عندي وبسكر، برجع بجيب كمان وبسكر. وهاي ها بتعرفوا لما كنا بالمدرسة لما نيجي نعلم صفحة تسكر عليهم ضل دي 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 وزلقناها. آخر واحدة هيك بس شقة صغيرة علشان إيش؟ نتأكد إنها سيطرة. أعطوها هيك بس آخر وجه. وهاي بدي أدخلها على الفرن 190-180 بخار. حلو؟ وبتاخدش بين 10 دقايق وربع ساعة. تروكوا إنه تقريباً الخل طبخ، يعني هلأ إحنا الخل اللي حطيناه على السمك كيف السبيتشي. حلو الوضع؟ السبيتشي هون الخل قاعد عم بيطبخ مع البخار مع كل هاي الأشياء. نرجع لكم بالسربرايز. يلا على الفرن. الله الله على الريحة. هاي سمكتنا من الفرن. لا 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 بس يا كبير بس. والدب تبعيتنا على جنب، سخن بارد، نكهات، ما في شوشرة، ما في عجقة، صحن واحد. حلقتنا كتير سهلة، قبل برمضان بساعة بتلموا كل المواد اللي عندكم. وصحة وألف عافية، كل عام أنتم بخير، وليكم بحلقة تانية.